اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. استاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ مشرف ومنور. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ ازيك يا كابتن؟ كله تمام الحمد لله. مبروك يا ريس. مبروك يا باشا. مبروك يا استاذ عبد الحكيم. الله يبارك فيك يا كابتن. كله تمام؟ ده اقل حاجه عندنا. مش قوي. لا لا اقل حاجه. لا ما احنا مره كسبنا خمسه ومره كسبنا سته. ما دي اقل ما دي اقل حاجه عندنا. ما انا بقول اقل حاجه عندنا. لا بس الثلاثه برضه حلوه. لا وفي اثنين ومره كسبنا اثنين. والله طبعا بس ثلاثه. انا شايف ان الماتش كان ممكن يفضل يعني الاهلي لو طبعا هو النتيجه كويسه جدا بس الاهلي لو داس كان ممكن يبقى النتيجه اعلى من كده بكتير. يعني احنا لو اخر ربع ساعه لو لعبت الاهلي استغلت الانهيار البدني اللي بقى سمه واضحه في اداء المنافس في المباراه الاخيره كنت ممكن توصل لرقم يعدي رقم السته التاريخي طبعا. كان ممكن يعني. طبعا طبعا كان ممكن. طيب طمنا استاذ جمال او يعني قول لنا رايك فيما حدث امس في هذه المباراه. طبعا فوز كبير جدا رغم انه زي ما عبد الحكيم قال كده انه كان ممكن يبقى اكتر انما انا بشوفه على ضوء الظروف اللي اقيمت فيها المباراه والحرص برضو اللي كان موجود من البدايه من فريق نادي الزمالك انه واضح ان هم كانوا متحفظين جدا في الشوط الاول. لكن الفوز يعتبر كبير. الفوز بثلاث اهداف مقابل لا شيء او ثلاث اهداف نظيفه لا فوز كبير. ما اقدرش اقول ان هو اي كلام. لا والاهداف متنوعه وفي منتهى الجمال ممتعه يعني. يعني اقدر اقول انه خلال الشوط الثاني نجح نجوم النادي الاهلي ان هم يردوا على كل الانتقادات والحقيقه الجميع اثبت وجوده وعاد للتالق بشكل كبير جدا. حتى في لعيبه كتير احنا يمكن كنا هنا في قناه الاهلي قلنا عليهم ملاحظات في ادائهم. لا في هذه المباراه الحقيقه قدروا ان هم يعني يتفوقوا على نفسهم ويقدموا لنا عرض كروي رائع ادى الى هذه النتيجه الممتازه. يعني انا بعتقد ان هي نتيجه كويسه جدا على ضوء كل الظروف اللي سبقت المباراه كمان. في ضغوط كتيره جدا على لعيبه النادي الاهلي ومحاولات لاخراج المباراه من المستطيل الاخضر. لا نجحوا نجاح كبير جدا وما زلت برضو وللمره الثانيه على التوالي بقول ان المكسب الكبير جدا هو محمود عبد المنعم كهربا في هذه المباراه. وفي المباراه التي سبقتها عامل حاله في هجوم النادي الاهلي. وكمان الحاله دي مش هو لوحده يعني هو عامل حاله حتى لزملائه زي حسين الشحات مثلا. يعني انا شايف ان حسين الشحات متالق جدا برضو مع كهربا في هذه الفتره. حمدي فتحي قدم برضو عرض قوي جدا وكان تصرفه في الهدف اكثر من رائع. يعني اعتقد ان هو هدف يعني تاريخي لانه زي ما بيقولوا ايه من راس لراس. لا من صدر حمدي فتحي لراس حمدي فتحي الى راس محمود كهربا كان هدف رائع جدا. كمان كسبت عوده محمد شريف. دي نقطه مهمه جدا لان محمد شريف كان بقاله فتره بيبحث عن نفسه. فانا شايف ان هو عودته في هذه المباراه باحرازه هدفين ولا اروع اعتقد ان ده يبشر بان هيبقى في نهايه لمشكله اضاعه الاهداف او اهدار الفرص. بهذا الشكل نقدر نقول ان المباراه نجحت تماما في الهدف المطلوب منها ووسعت الفارق مع اقرب المنافسين ومع نادي الزمالك تحديدا على انه يبقى في فارق في البناط. بس انا بقول ان هي مباراه مجرد انا بعتبر ان هي مجرد بدايه. يعني ده مش نهايه الموسم. دي بدايه يجب الحفاظ عليها بل بالعكس يجب الاهتمام بتوسيع الفارق اكتر. لان من المتوقع ان الفرق المنافسه هتفقد نقاط اكتر. وبالتالي يجب على نجوم النادي الاهلي ان هم يلعبوا على هذا وكأنهم لسه بيبتدوا المنافسة. يعني ده مش نهاية المنافسة. ليه؟
برضو يعني مش عايزينهم يطمنوا قوي ان الموسم ما انتهاش، انت لسه ما زال عندك على الاقل كام مباراة؟ 20 مباراة. فانت لسه قدامك مشوار، انا بقول انه قدامهم فرصة تاريخية ان هم يكسبوا بفارق كبير من النقاط ويحسموا المنافسة مبكرا. انما الولد الشقي كهربا ده اثبت حاجات حلوة قوي واحيا الامل في قلوب ونفوس جميع جماهير النادي الاهلي. طيب تمام استاذ عبد الحكيم، برضو خليني اسالك عن كيفيه اداره او رؤيتك لكيفيه اداره كولر لهذه المباراه. كولر ادار المباراه، بس قبل ما اتكلم على الكوره يا كابتن لو تسمح لي، احنا هنا في قناه النادي الاهلي. نعم احنا هنا في قناه النادي الاهلي طبعا، ومش عيب ان احنا لما نيجي نتكلم لازم نشيد. لما يعني مثلا انا بشكل شخصي انتقدت في يوم من الايام امام عاشور الفتره الاخيره، وده مهم ان احنا مش بنتكلم هنا عشان بنتكلم على قناه النادي الاهلي ما نشيدش باداء وسلوك لاعب في مباراه في الفتره الاخيره. امام عاشور بيتصرف بشكل كويس جدا، عنده التزام اخلاق قبل ما يكون فني. نشوف الصوره اللي كانت امبارح، مفيش لقطه ممكن تؤدي الى استفزاز الجماهير كان بيعملها. شوف اللقطه اللي كان بيخرج بيطلع الكوره عشان حسين الشحات كان واقع في عز مكان زميله، اللي هو انا مش فاهم يعني انت لاعب ناشئ اسامه عبد المجيد بتنهر امام عاشور اللي بيطلع الكوره عشان زميله مصاب. انا شايف ان احنا في قناه الاهلي، انا عن نفسي اتمنى ان امام عاشور يستمر على كده لمصلحه منتخب مصر، يستمر في الروح الرياضيه طبعا بغض النظر عن اي تفاصيل ثانيه. كولر ادار المباراه، وتلاحظ يا كابتن في حاجات مهمه جدا، ان انت عندك 8 عناصر اساسيه غايبه عن تشكيله الفريق. 8 عناصر اساسيه مش مجرد لاعب بديل. الراجل اشتغل وقال لك ان انا مش هشتغل على جزئيه ان انا عندي لاعبين. لاحظ يا كابتن ان الراجل بدا بتشكيل، يعني في لاعب زي خالد عبد الفتاح انت لسه جايبه من سموحه، دي اول مباراه يبدا اساسي، خد مباراه سموحه في كاس مصر جزء صغير منها، بدا المباراه وانت ما عندكش ولا لاعب في خط الدفاع باستثناء رامي ربيعه. كله يا مصاب يا موقوف، بدا بخالد عبد الفتاح مساك. كل دي حاجات بتجبرك. الراجل ادار المباراه، الشوط الاول ما كانش بالمستوى اللي احنا متوقعينه، الراجل غير تغييره تدل ان هو دارس الماتش كويس جدا وبيشتغل كويس جدا وعارف امكانيات لاعبته. خلى محمد مجدي قفشه يرجع يبقى ديفندر، وحمدي فتحي اللي يقوم بالدور بحيث ان محدش الرقابه كلها كانت على قفشه، خلى حمدي فتحي اللي يتقدم، وده اللي يفسر ان ازاي حمدي فتحي كان شريك في الثلاث اهداف اللي جابها. فوائد المباراه دي يا كابتن فوائد كتيره جدا. اولها اطمنت على صفقاتك الجديده. اوكي. الروح المعنويه يا كابتن، او الروح اللي بقت بين اللعيبه، لازم ناخد بالنا من لقطه خروج محمود كهربا. محمود كهربا هو المهاجم اللي بيلعب مكان محمد شريف. ركز في اللقطه ومحمود كهربا خارج، محمد شريف اللي داخل كهربا بيقول له هتسجل وتجيب جول. بص كهربا بيحتفل مع محمد شريف بالخمسين هدف. الروح دي يا كابتن هي اللي بتجيب بطولات، الروح صحيح. دي اللي كانت في الجيل بتاعكم لو حضرتك تفتكر صحيح. هي الروح دي اللي كانت بتجيب بطولات، وهي دي الحاجات المطلوبه في النادي الاهلي، ان تلعب بروح. جزئيه ان الناس بتحتفل، دي مباراه بثلاث نقط. مباراه بثلاث نقط، كابتن سعد حافظ امبارح كان ليه تصريح حلو قوي، قال لك احنا مش هنخدع بنتيجه المباراه. فوز مع المنافس التقليدي الزمالك، فوز بنتيجه كبيره. بص اللقطه دي يا كابتن، دي الروح اللي بتجيب بطوله. في حاجات صغيره، تفاصيل صغيره، دي الروح اللي تجيب بطوله. اللقطه دي بص هتجيب جول. ايوه. وهو المهاجم الناس بداله. كابتن سيد قال لك احنا مش هنخدع، احنا كسبنا الزمالك سنه عدت 5 بس خسرنا الدوري. صحيح. فلازم نشتغل على جزئيه ان احنا من نتجاوز سلبيات اللي حصلت السنه اللي عدت. عشان كده بقول انها بدايه. بدايه. مش نهايه المطاف. خلي بالك انت بينك وبين المركز الثاني 4 نقاط مش 8. ايوه. لان الحته دي مهمه جدا. بالظبط. فبالتالي انت اللي هو فيوتشر المنافس ليك دلوقتي. لكن انت دلوقتي فيوتشر هو اللي في المركز الثاني. ايوه. هم بيراميدز في الثالث والمقاولين في الرابع. لكن دائما ما يكون الزمالك هو الاقرب الحقيقه. بالزبط. لكن انا بتكلم حاليا دلوقتي لا. انا اتمنى بس ان الماتشات بتاعت القمه في بعض اللاعبين يعني مش فاضل لك كتير في الزمن، يعني يا ريت تبقى تهدى شويه، الامور مش مستاهله ده كله يعني. تروح لجماهير الاهلي، الماتش كان بادئ كويس جدا والامور كانت لطيفه والدنيا كويسه، العب كوره. هو امام عاشور ما احتكش مثلا داخل الكوره بتقريبا حمدي فتحي، حصل احتكاك وضربه بعد الكوره. في الاول وفي الاخر في حاجات، حضرتك كنت لاعب كبير يا كابتن، في حاجات بتبقى ممكن تعدي. صحيح. لكن ما تروحش للجماهير، انت رايح للجماهير تعمل ايه؟ انت اللي فاضل لك في الكوره مفيش، يعني لازم تبقى متزن شويه. خلاص
انت حصل كذا مره اشارات مش لطيفه في الامارات، ومره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ما حدش بيحاسبه. يعني انا اتمنى بجد الناس تبص الراجل ده ما تحسبش ليه. الراجل ده لو اتوقف في مره ده تهجم على رئيس اللجنه المؤقته اللي كان بتدير اتحاد الكوره، لو في اي مكان في العالم بره كانت شطب، لو في اي دوري محترم كانت شطب، وللاسف ما حدش عمل اي حاجه. اتمنى يعني انت خلاص اللي فاضلك في الكوره، انت يعني فاضلك في الكوره حاجه قليله، حاول تسيب ذكرى في الملعب الناس تفتكرك بيها. اتمنى بجد والله ان الراجل يتحاسب قبل فوات الاوان، يعني قبل ما يعمل كارثه. من الارقام برضو المهمه يعني انه هو ده اللقاء رقم 19 اوكي لكولر مع النادي الاهلي. 15 فوز واربع تعادلات، منهم فوزين على الزمالك السوبر وهنا وماتش اللي هو امبارح، ومنهم فوزين على اتحاد المنستيري ده في افريقيا، وفوزين على المقاولين وسموحه في كاس مصر. ده معناه انه الراجل حتى الان انا بشوف ان سر نجاحه في تحقيق هذه الارقام، ونتمنى انها تتضاعف، مش هنقول 19 نقول 100 مباراه ويبقى ماشي برضو كويس، انه هو ليه ما ارتبكش مع الاصابات الكتير اللي اشار ليها حكيم، لان هو من بدايه وجوده هو ما بيعتمدش على تشكيل ثابت فقط دون تغيير، يعني دون تغيير او دون اضافه تدوير لعناصر معينه، التدوير. هذا التدوير انا كان ده عامل لي نوع من الاطمئنان قبل المباراه شويه الى حد ما، بس ما اقدرش اقول كده، يعني ما اقدرش اقول ان انا مطمئن، لان اي حد لازم يبقى قلقان من قبل المباراه. لكن الحقيقه ان هو ناجح جدا جدا في سياسه تدوير اللاعبين في الوقت المناسب، وايضا الدفع بالصفقات الجديده. ده جه من المباراه السابقه قدر ان هو ينزل اللعيبه، ويمكن قلنا ان هو في الشوط الثاني من المباراه السابقه هو كان بيجهز لمباراه الزمالك. مظبوط، لان هي المباراه اللي قدامه الناس كلها بتحتفل وهو جاي على بيستعد للمباراه التاليه. وده بان برضو مع الشوط الثاني، ابتدى يشرك كل الصفقات اللي جابها. طبعا خالد عبد الفتاح نجح نجاح منقطع النظير في مركز الظهير الثالث، لانه ادى بشكل كويس جدا وكان عنصر مطمئن جدا، يعني اي حد كان ملتزم تكتيكيا على ملتزم تكتيكيا جدا وبيؤدي واجبات مركزه دون خشونه وبذكاء. فده كله دي كلها مكاسب نقدر نقول انها تحققت من خلال هذه المباراه. انا بعتقد ان هي مباراه رغم ان الشوط الاول يعني يمكن احنا متفقين انها كان فيه نوع من التحفظ سواء سواء من الزمالك او من الاهلي، لان دي كانت طبيعه المباراه. النهارده انت نازل هذه المباراه محتاج نتيجه واحده، انت عايز تكسب. فالخوف ان يجي فيك هدف مفاجئ مثلا في الشوط الاول فيعقد الموقف. فكان في ذكاء من كولر في التعامل مع هذا الشوط، ونفس الشيء عمله فريرا الفيلسوف، وفيلسوف باين بروف البروف. لا البروف. لا مش الفيلسوف البروفيسير. البروف عمل برضو شوط كويس جدا، لكن الحقيقه في الشوط الثاني تفوق كولر واخفق البروف جدا. فكانت النتيجه الطبيعيه اللي استطاع من خلالها لعيبه النادي الاهلي ان هم طيب يحققوا كويس. ان حضرتك قلت الكلمه دي لانه في النهايه هناك البعض بيحاول ان هو ينسي. لا 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 لا، فوز النادي الاهلي مفيش كده لسوء اداء فيريرا. مفيش كده. كابتن ايمن موسى قال كده صراحه في استوديو التحليل امبارح. مين؟ كابتن ايمن موسى قال في الاستوديو التحليلي كتير اتكلموا قال كده. قال كده صراحه. وانا مش فاهم يعني، طب فيريرا اخطا، طب والراجل اللي قصادك الناحيه الثانيه ده ما مش موجود يعني؟ مش موجود يعني؟ ده الراجل لو انت استغل الاخطاء. لا لو انت بتتكلم، طب هو ده طبيعي حتى في الكوره. في الكوره كده يعني انت لو في قدامك حارس مرمى اخطا انت هتروح تصلح له وعشان ما تجيبش جوان فيه؟ لا طبعا، ما هو طبيعي يعني. كمل. يعني انا يعني يا كابتن حضرتك مثلا محمود متولي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، عمرو السوليه،
حمدي فتحي تم تجهيزه وما اتمرنش غير تمرينه واحده. كل اللعيبه اللي بيرسي تاو كل اللعيبه دي المصابه والراجل تقول لي ما اشتغلش. يعني انت عندك وغير الثلاثه اللي هم اكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير، يعني انت تتكلم في من 8 ل 9 عناصر اساسيه والراجل ما اشتغلش. طب الجزء بتاع ان انت طلعت حمدي فتحي الجزء الشوط الثاني وغيرت مركزه معفشه وخليته يقوم بدور ان هو اللي يكمل، هو ده مش شغل مدرب ولا شغل مين؟ صح. والراجل اللي اشتغل على فكره ده في حته مهمه جدا اتكلم فيها بعض الزملاء امبارح في قناه النادي الاهلي هنا، ان ازاي المدرب اشتغل على جزئيه ان احد نقاط القوه في الزمالك هي الكرات العرضيه او الكرات الطوليه. ازاي الراجل اشتغل على ان الزمالك ما كانش ليه ولا كره خطيره امبارح في الكرات اللي اتلعبت في الزمالك؟ صحيح. ما دي نقطه من الراجل اللي اشتغل عليها. يبقى فين حضرتك تقول لي ان هو مش ما كانش موجود او ما اشتغلش واخطاء فيرر هي سبب الفوز؟ زيزو مثلا احنا ما شفناش زيزو مثلا واحد من افضل اللاعبين في مصر خلال الفتره الاخيره كان موجود في مباراه امبارح، ما كانش موجود حتى نقدر نقول ايه مش بخطوره زيزو. صحيح. يعني لا ما كانش موجود حتى أصلاً. هو موجود لا ما كانش موجود اصلا لا موجود لكن مش هو زيزو اللي انت عارفه يعني. صح. الخطوره بتاعته هو زيزو ليه خمس ماتشات مش موجود يعني. ايوه ماشي. يعني وبعدين مساله ان انت تقول ان انا كسبت عشان المدرب التاني غلط مش منطقيه يعني. كان كولر ده ما كانش موجود يعني، ما هو طبعا برضو شيء مش منطقي. طب وكولر في 19 مباراه اللي حضرتك قلتهم مثلا ما كانش موجود ليه؟ وفي الماتش اللي قبل كده السوبر كانش موجود؟ تعال بيفكروني بماتش الخمسة ثلاثة لما كسبنا الزمالك. قال لك عبقرية أداء في كان اسمه كارتيرون ساعتها هو اللي مسك نادي الزمالك على ما أتذكر. قال لك عبقرية الأداء من كارتيرون إن هو رجع في النتيجة لثلاثة يعني. ده هجمه موسيماني. وهجمه موسيماني. ده هجمه موسيماني. ساعتها يعني. ده في الأسود هجمه موسيماني. صح. كابتن لو الدنيا اللي موجودة في المنافس دلوقتي جزء منها في الأهلي صدقني كانت الدنيا كانت بتتمولع. يعني وضح لي يعني مثلا وضح لي ما يخصك الاهلي ما يخص الاهلي يعني. مثلا لو لا قدر الله الاهلي كان خسر القمه رغم ان الاهلي ما تبقاش يعني رغم ان الاهلي التبعات فيه بتبقى هاديه الناس لا بتحاول تحتوي من جوه يعني بقى لك قرارات بس جوه النادي جوه الفريق عقوبات بتاع الحاجات اللي احنا عارفينها في الكوره ما فيش حاجه بتطلع بره. بس كنتش هتلاقي الدنيا كده كنتش هتلاقي الهدوء ده. انت الدنيا مولعه جدا ده في لعيب قال لك مش هلعب القمه وفي لعيب خاف من كشفا ما مرضيش قال لك مش هكون موجود وفي لعيب مش عارف مين ومدرب اتخانق مع مدرب زميله وواحد قال مش عارف وكل ده وانت ولا بتسمع ولا كانك موجود يعني حاجات غريبه جدا. انت النهارده اللي بيحصل انت محدش بيعقب اراهنك النهارده هتبقى في حاجه على كهربا ما هو كهربا لازم ان احنا نوجه له اي حاجه لازم يعني انا نفسي افهم بس اديني منتظر لما نشوف. انا نفسي افهم كهرباء عامل ايه. بص يا كابتن والله العظيم انا هقول لك على حاجه يمكن حاجه غريبه جدا. جزء من العدل جزء من نتيجه امبارح هي العدل الالهي طبعا. يعني محمود كهرباء اكيد مليون في الميه تعرض لظلم كبير. كابتن سعد الحفيظ النهارده كان ليه تصريح حلو قوي. قال لك لو كهرباء نفسه حلم ان يكتب كتابه لطريقه عودته ما كانتش هتبقى بالشكل ده. انك تلعب ماتش سموحه تسجل وقدام الزمالك تسجل. ده بيبقى نوع من مكافاه العدل على الصبر على ان الراجل ده اتعرض لظلم على انه محطوط في جمله مفيده من امبارح من 3 4 ايام. انت راجل مشتكي للفيفا وخلاص ما تسيب القضيه تاخد مجراها. انتوا ليه حاطين كهربا في دماغكم بالدرجه دي؟ ما خليكم بالراحه شويه. بقاله كام قد ايه ما لعبش؟ 6 شهور تقريبا. انت لو بتتكلم هو راح يناير تركيا يعني يعتبر في الاهلي دخل مثلا في سنه كويس. السنه دي انه يرجع كهربا بهذه القوه وهذا الاداء المتميز ده يحسب للاعب. وعلى فكره كهربا بالمستوى ده مش كهربا برضه. كهربا لسه عنده كتير جدا. ايوه عنده افضل من كده. عنده افضل من كده بكتير. ان هو يرجع أكثر. بعد الغياب ده كله يرجع بهذا المستوى لا شيء جميل. شيء بيحسب وجهه نظري للجهاز الفني. طب الجهاز الفني وللاعب نفسه كمان. طبعا هو طبعًا. ملتزم في تدريباته لانه في النهايه مش كهربا لوحده. خد بالك رامي ربيعه. رامي انا هكسب المباراه كتير. لا رامي رائع برضو اداء خالد عبد الفتاح طبعا. وان هو لعب اخر مباراه في سموحه تقريبا من 10 لعب 10 دقايق لعب جزء كده لعب جزء منها فالنهارده برضو اعتقد ده شيء جيد بيحصل. لعب كظهير ايمن في مباراه سموحه الجزء اللي لعبه لعب كظهير ايمن زهير ايمن محمد. انا بتكلم كمان هو بقاله فتره ما لعبش مع النادي الاهلي او اول ماتش ليه يكون بهذه القوه. انت بتلعب نادي الزمالك برضو فبالتالي
مباراة مهمة. هو يحسب انه الصفقات اللي جاية دخلت في الاجواء بسرعة. بسرعة. وده صحيح. شيء برضو جميل. يحسب بقى للاجواء بشكل عام داخل النادي. النادي الاهلي. لانه اي لعيب النهاردة محتاج ايه؟ انت بتيجي تقول التأقلم. وان هو ياخد ويحصل نوع من الانسجام مع زمايله. فمعنى ان ده حصل ده بيؤكد كلامك برضو انه في روح موجودة. هي الروح. اللي هي روح ايه؟ احنا كلنا في اتجاه واحد. صحيح. لتحقيق هدف. ومصلحة النادي الاهلي. فده شيء رائع. اقول لك على حاجة يا كابتن اسلام، يمكن لو في اي مكان تاني طبعا في مصر كانت الناس كلها اتكلمت عنها. وفد الفيفو والكاف اللي زار النادي الاهلي، حد اتكلم عنه؟ غير قناة الاهلي يعني؟ غير قناة الاهلي، لا باستثناء قناة الاهلي طبعا. لا ما اعتقدش. طب هقول لك على مفاجآت كل اول مره حد يتكلم فيها. وفد الفيفو والكاف على فكره زار المغرب اول امبارح، نادي الوداد على وجه التحديد، والنهارده كان موجود في نادي الترجي. تمام. الناس اللي التقرير اللي قدمته بتقول لك ان احنا ما شاهدناه ولمسناه من احترافيه داخل النادي الاهلي، يعني متوقع يعني مستنيين منه ان يكون بقى الانديه اللي هتشارك في دوري الامم الافريقيه بنفس الشكل، بنفس هذا الشكل. النادي الاهلي زاروا استاد القاهره اللي هو الملعب الرئيسي للنادي الاهلي، زاروا اربع فنادق النادي الاهلي اختارها، ملعبين في فندقين في مصر الجديده وفندقين في التجمع الخامس. الاهلي اختار الاربع فنادق دول عشان يكونوا دي الفنادق بتاعت الفرق اللي هتيجي وهو في دوري السوبر الافريقي. زاروا الفريق الاول وعملوا جلسه مع كابتن سعد حفيظ. الناس اتكلمت عن النادي الاهلي وقالت ان احنا اخترنا النادي الاهلي يكون بدايه عشان دي تبقى الرساله، لان نجاح بطوله دوري السوبر هيكون 50% منها مشاركه النادي الاهلي. الست معايير اللي حطوهم لن تنطبق على اي نادي في مصر سوى النادي الاهلي. كل اللي انت بتتكلم فيه ده يا كابتن، ولا حد اتكلم فيه. عارف الكلام ده لو في اي نادي تاني؟ يعني هات لي دي، انا اتحدى دلوقتي وانا مع حضرتك على الهوا، ان كان حد اتكلم على زياره وفد الفيفو والكاف، ولا اللي قالوه، ولا حد دور حتى يشوف الناس دي اتكلمت عن النادي الاهلي ازاي، ولا قدمت تقرير عن النادي الاهلي ازاي. النادي الاهلي السنه الجايه 2022 2023 هيشارك في بطولتين افريقيتين، ودي لاول مره تحصل لاي نادي، دوري السوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا. دوري السوبر الوحيد من مصر. الوحيد. دوري السوبر الافريقي هتكون الاهلي ان شاء الله باذن الله يوصل الفاينل، هيلعب ست مباريات، ده نظام البطوله اللي اقر فعلا. تمام؟ وهيلعب في دوري ابطال افريقيا بشكله الطبيعي، لان دي البطوله اللي هي مؤهله لكاس العالم للانديه. فمفيش نادي مصري قبل كده حصلت ولا هتحصل. انا اتحدى ان يكون في وسيله اعلاميه في مصر اتكلمت عن الكلام ده، مع ان المفروض الكلام ده يشرف الرياضه المصريه. انت عندك نادي بهذا الشكل وبهذا الحجم، يجي وفد من الفيفا والكاف يتكلموا هذا الكلام على النادي الاهلي. هو الخبر برضو في حد ذاته بيتكلم، يعني طبعا لازم كان يبقى فيه اهتمام اكبر، بس الاخبار دي الحلوه دي كلها يعني هي بتتحدث بالنيابه عن النادي الاهلي. نعم. يعني ايه يعني؟ صحيح. يعني عارف ده لو في اي مكان تاني يعملوا عليه افراح وليالي ملاح، ده محدش لكن قال انت كلمة. سايب محدش قال كلمه. الحق نفسك بره قناه الاهلي. لا بره قناه الاهلي. طبعا بره قناه الاهلي. هو يقصد الاعلام. ما هي قناه الاهلي دي قناه رسميه للنادي الاهلي، فطبيعي انها هتتكلم. تمام. لكن انا بتكلم على بره النادي، ما هو النادي الاهلي طبيعي ان قناه الاهلي هتغطي. يقصد وسائل الاعلام. انا بتكلم على اي مكان تاني يا كابتن، اي مكان تاني. المفروض انت ده نادي لو انت بتتعامل فير بحياديه تشوف الناس دي قالت ايه. طب حد يبعت حد يا جماعه كاميرا مثلا، حد يقول نشوفهم مين اللي جه، طب كام واحد، طب زاروا ايه، طب عملوا ايه، طب اي حاجه. تعال شوف في المغرب يا كابتن، تابع، انا بتابع من امبارح واول امبارح زيارتهم لنادي الوداد. شوف كل وسائل الاعلام في المغرب بتتكلم على زياره وفد الفيفا والكاف، وبيدافعوا عن ان الرجاء لازم يكون موجود. رغم ان هم من شمال افريقيا لحد دلوقتي اختاروا الاهلي والوداد والترجي. شوف الناس هناك الاعلام والصحافه. لان الرجاء على فكره، عشان بس الناس ما تقولش ان احنا ممكن الاعلام هنا يطالب ان احنا تكون موجود، لا، هدي جزء من اللي احنا بنتكلم فيه. الاستاذ احمد حسام عوض، المهندس محمد سراج، المهندس خالد مرتجى امين الصندوق، رئيس اللجنه المكلفه. الناس بتتكلم على شكل غير عادي من الاحترافيه. نعم. قناه الاهلي القناه الوحيده اللي اتكلمت في الموضوع ده. ايوه. على فكره يا كابتن انا بقول لك تقرير، انا يمكن جزء منه قاله لي زميلنا محمد سعيد اللي هو المذيع اللي معانا هنا في قناه الاهلي، ده التقرير اللي هيقدموه للاتحاد الدولي للاتحاد الافريقي عن النادي الاهلي. الناس منبهره باللي شافته، مفيش سلبيه واحده في معاينتهم للاستاد، فريق الكوره في الفنادق ما لقوش سلبيه واحده مع النادي الاهلي. ايوه خالص. ايوه. هات لي وسيله اعلاميه يا كابتن، واحنا موجود مع حضرتك، اتكلمت وسيله اعلاميه مقروءه مكتوبه مسموعه اتكلمت عن الموضوع ده. ولا حد. ولا اي حد. ليه؟ من وجهه نظرك
ما لو بقى كله مش فاضي غير للخناق بس. ايوه لا مش مش فاضي عشان ده النادي الاهلي. هم ازاي انت تبقى كده؟ ازاي الناس تتكلم عليك كده؟ النادي الاهلي هو ممثل مصر في كل شيء والافضل في كل شيء من الناحيه الرياضيه يعني. نعم ما انت لو اتكلمت على الحته دي هتقول ليه المعايير ما تنطبقش على اي حد في مصر؟ اه ليه ما هتقول؟ يبقى بالتالي كده ما تمش اختيار من انديه اخرى. ما ما حد ما ومش هيتم اختيار. ايوه ليه؟ ما هو ده يعني ده تاكيد ده اقل معيار فيهم يا كابتن اسلام. انت كنادي اهلي مش طالبت بان التسجيلات اللي بين الفار والحكم بتاع الملعب دلوقتي بيعملوا كده؟ ده بالعكس، ده بيقولوا في كاس العالم للانديه هتذاع علني يعني مش بس بيقول لك هتتذاع في المكبرات ما بين الحكم وهو واقف تحت. أيوة. في الماتش في اثناء المباراه. أيوة. يبقى ده معناه ايه؟ ان انت لما بتفكر في حاجه وبتقدمها بيبقى في نوع من انواع انت سابق الاخرين. حقيقي. وده حاجه كويسه. حقيقي. جدا. طبعا طبعا. فكر بقى، ما هو ده راجع لفكر ايه؟ فكر اداري في النادي. ان انت بتفكر في حاجات ممكن البعض يقول لك يا عم لا ده ما ينفعش ده كذا. ساعتها قال لك ايه يا عم انتوا عايزين تعملوا مش عارف ايه وتظبطوا ايه لكن بعد كده الناس تاكدت ان انت اللي بتطلبه صحيح بينفذ. صحيح. ويستمع اليه على مستوى الفيفا نفسه يعني. صحيح. اه. طيب وبالتالي هي مباراة انتهت صحيح بالنسبة لنا بحلوها بكل شيء جيد فيها في هذه المباراة، ولكن دائما النادي الأهلي بيقلب الصفحة وبينظر إلى ما هو قادم وهي مباراة البنك الأهلي. وأنا لسه كنت بتكلم في هذا الأمر، تغيرات كثيرة في الإدارة الفنية للبنك الأهلي، وبالتالي تظل هذه المباراة دائما مباراة صعبة. دائما أي مباراة، عشان كده أنا بقول لحضرتك مش إحنا بنتكلم على الفوز بثلاثية على نادي الزمالك والانتصارات وعدم التعرض لهزائم الحمد لله، لكن ده كمان بنعتبره بداية. يعني احنا بنقول ان هذه بداية، زي ما قالك كابتن سيد عبد الحفيظ كده، انا مش اهتم ان انا كسبت خمسة، مش هنخدع باللي حصل السنة، مش هنخدع بما حدث قبل كده. صحيح. لان ممكن الثقة يعني ينتج عنها اشياء قد تكون ضارة. انا معاك. انت عندك الهدف الاساسي ان كل مبارياتك القادمة هي مباريات كؤوس، وبتلعب المباريات دي على اساس انك تكسبها وتعدي ان شاء الله. فمباراة البنك الاهلي واي منافس على فكرة هتلعب معاه. لا هي دايما المباريات وجهة نظري وحضرتك استاذنا في هذا الامر، المباريات اللي بتبقى بعد المباريات الكبيرة بتبقى فيها صعوبة كبيرة. طبعا. وعشان كده دايما كان اسم الفريق. لا احنا عشان كده بننبه بقى وبندق جرس صحيح الانذار ان اي مباراه بعد الفوز الكبير ده مفيش داعي تطمنه قوي. احنا بنقول للعيبه، بنقول للجهاز الفني انه حذاري من النشوه بتاعه الفوز. يعني نشوه الفوز هي مباراه وغلق ملف وفتح ملف اخر. صحيح. لان كمان انت عندك بعد كده اشياء كثيره، والاهلي بيعرف يقفل الملفات ويفتح ملفات جديده. مظبوط. فنتمنى ان شاء الله ان هم طبعا يكملوا مسيرتهم يعني. طاقم التحكيم في المباراه السابقه عليه بعض الملاحظات اللي كلنا اتكلمنا عنها الحقيقه، ولكن يمكن الفوز ريح او يعني خلانا نتغاضى عن النظر، او مش نتغاضى، خلانا نبقى مبسوطين، وبالتالي الحاجات مش اللي حصلت لكن نعم مش هتركز على مش هتركز لكن هي في النهايه اخطاء واضحه. الى متى تتظل الاخطاء التحكيميه واضحه كده ضد النادي الاهلي؟ خلينا نعترف بس يا كابتن بحاجتين مهمين جدا في موضوع التحكيم، ان طالما حكم اجنبي انت هتتقبل كل حاجه بايجابيتها وسلبيتها. طالما طاقم التحكيم اجنبي وغير موجه وجاي غير موجه او اختياره تم بشكل معين فهتتقبل الموضوع ده، وطالما كسبان هتعدي. طاقم التحكيم اخطا طبعا، والاخطاء جزء من لعبه كره القدم، لكن في اخطاء في اخطاء طبعا. في الاهلي كان ليه ضربه جزاء، ده الكلام ده على فكره قاله مين؟ كابتن جهاد جريشه اللي هو يعني ما بيصفش الاهلي في اي حاجه، قال لك الاهلي كان يستحق ضربه جزاء. انا بس عايز ارجع لحضرتك السؤال اللي حضرتك سالته الاستاذ جمال. ان احنا نغلق الصفحه ونركز، معلش انا هاخد جزء. الماتش خلص 10:30، كابتن محمود الخطيب في تصريحات الموقع الرسمي الساعه 11 بعد نص ساعه، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي قال لك ايه؟ قدر النادي الاهلي انه لا يحتفل ويرجع يركز بعد نص ساعه من نهايه المباراه. صحيح. انت كسبان الزمالك 3 المنافس اللي هو دربيات القمه، وبعد نص ساعه بالظبط رئيس النادي بيقول لك اقفل وعدي. صح. وعندنا ماتش بعد بكره. وده حقيقه فعلا. وده الحقيقه، والنادي الاهلي قدره ان هو ما بي
يعني لعيبه النادي الاهلي قدرهم ايه؟ انه ما بيلحقش يا كابتن اسلام يحتفل يعمل حاجة. صحيح. يعني انت بتبقى واخد بطوله وبعدها بيومين عندك ماتش في بطوله تانية، انت ناسي خالص البطوله، يا دوب بتحتفل بيها زي ما حصل بعد الفوز على الزمالك في اوضه اللبس وانتم مروحين، بعد كده الموضوع انتهى. صحيح. تفتح الـ 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 الباقه الجديده واخد بالك، او الصفحه الجديده، الصفحه الجديده الى ما هو قادم. طيب النهارده الحقيقه كان ايضا مباراه الداخليه والمقاولين العرب و طاقم التحكيم. نعم، دي اول مباراه في الاسبوع ال 15. طاقم التحكيم في هذه انت شفت الماتش الاول؟ لا اتفرجت. لا بس انا عرفت ان كان في اخطاء تحكيميه. انا بس يعني مش عايز اركز على المباراه دي تحديدا، ولكن انا عندي مشكله ان انا كل اللي بقى اطالب بيه هو العداله التحكيميه، لانه مباراه بيراميدز عداله تحكيميه كسبت 3-0. مباراه الزمالك حتى لو فيها اخطاء بس كانت نسبيا، حتى لو فيها اخطاء لكن وفي النهايه 3-0. تمام. وانت مقتنع ان هناك اخطاء من طاقم التحكيم الاجنبي سواء في المباراه بيراميدز او في مباراه الزمالك، ولكن الحكم ولا يعرف احمر ولا يعرف ابيض، فبالتالي ايوه، ولكن الاخطاء واضحه لانها اخطاء زي ما قلنا ما هياش مبيت لها النيه. يعني أخطاء او حتى اختيار طاقم التحكيم ملوش انت ما عندكش يعني توجيه في اختيار مثلا اخطاء الاجانب في مباريات الدوري المحلي لما بتجيب طاقم اجنبي بتبقى اخطاء وارده، تقدر تقول انها ممكن تتجاوز عنها، لكن لما يبقى في التعيينات تعيين الحكام او في اداء الحكم نفسه مرتعش وخايف وعايز يجامل، عاوز يثبت ان هو عنتر فمش خايف من الاهلي مثلا، وعاوز يثبت كده للفرق الاخرى اهو حتى الاهلي انا هعمل معاه كذا، ده يعني بيبقى الحكم نازل مخه متبرمج على ان هو يبقى قاسي معاك، واخد بال حضرتك؟ صحيح. ده بقى اللي انت ما بتستحملوش. انت تقدر تتحمل ايه؟ خطا طبيعي عدى بتكمل بعدها، انما لما بتلاقي فيه تعمد، يعني لما جه الحكم قاصد ان هو يدي انذار لمحمود متولي، يعني حتى احساس الجماهير والناس، طب ما ممكن تعدي وخلاص. لا صحيح. انت احساس ان ده راجل قاصد، فطبعا شيء مش طبيعي. ايوه، لانه انت باصص كده وبعدين فجاه يعني ده ادى انذار لثالث واحد او رابع واحد جاله. صحيح. لا وبعد يعني كده في نقطه مهمه جدا يا استاذ جمال لازم الناس تلتفت فيها، مراقب المباراه. مراقب المباراه لازم يكون له دور يا كابتن، يعني ما ينفعش في احداث بتحصل بعد نهايه المباراه في حكام كتيره جدا من اللي موجودين ما بيكتبوش. ما احنا زي ما بنقول حكام الساحه لازم نتكلم عن المراقب. المراقب لازم يكتب الاحداث اللي بتحصل بعد المباراه. هو ده دوره. طبعا. يعني مثلا وقعت مثلا 3-4 لعيبه احتكوا بالجماهير راحوا للحكم، ما انت لازم حضرتك حتى لو الحكم ما كتبش لازم انت تكتب. بالظبط. لازم الكلام ده يحصل، لازم نفعل جزئيه ان الحكم الرابع او مراقب المباراه يكون لك دور، مش القصه كلها ان انت قاعد بس بتكتب ان الامور تمام والدنيا زي الفل. لا ما ينفعش، يعني معقوله بعد ماتش ناس راحت احتكت بجماهير وراحوا مش عارف مين وانت الدنيا فلة وتمام ولا شيء لا شيء لا شيء في الاربع خانات. عموما نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف التحكيم خلال الفتره القادمه ان يكون عادلا مع جميع الفرق. بالمناسبه بس عشان ما حدش يقول لك طبعا ان انت بتتكلم على النادي الاهلي، لكن اتكلم طبعا على النادي الاهلي ولكن على كل الفرق. لو التحكيم عادل مع كل الفرق ده في مصلحه النادي الاهلي قبل اي حد، مصلحه مصر كلها. لا وفي مصلحه الاهلي كمان، مصلحه النادي الاهلي، لانه واضح التحكيم الى حد كبير. ما احنا قلنا مفيش حاجة اسمها مفيش أخطاء. صحيح. لازم يبقى فيه أخطاء. صحيح. لكن ما تبقاش أخطاء فجة ولا مزعجة. صحيح. واخد بالك؟ ولا تحسسك بإنه إحنا جايين عشان نعمل عارف لما الدنيا بس اتعدلت تحكيمياً. صحيح. بنسب قليلة السنة دي، بنسب قليلة السنة دي. صحيح. أنت متصدر بفرق كبير جدا من النقاط. بالظبط. أنت لو جزء من العدالة اللي هي السنة دي، أنت برضه بنتمنى الأفضل وبنتمنى أن يكون شيء أفضل من كده بكتير، بس لما تحقق جزء منها أنت متصدر بفرق كبير من النقاط. صحيح. تخيل السنة اللي عدت واللي قبلها، أنا مش هتكلم عن التحكيم الموجه، مش هقول لك في سوء نية، لا أنا بتكلم على أن كان في ظلم تحكيمي واضح.
عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا شكرا كابتن على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا استاذ عبد الحكيم على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. نوما هنيئا بعد مباراه مهمه جدا الحقيقه كانت امبارح، وثلاثه نقاط غاليه جدا فاز بها النادي الاهلي، ولكن القادم دائما يكون اصعب ان شاء الله. ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز يوم الثلاث في مباراه البنك الاهلي، ونقفل بقى صفحه الدوري بعدها ونتفرغ الى كاس العالم للانديه. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته يوم الثلاث، وايضا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله اشوف بكره حضراتكم على الف الف خير مع حلقه جديده من البيت الكبير.